أما ميدانيا وفي آخر التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية والحرب الدائرة التي تنفذها روسيا على الأراضي الأوكرانية، قال أحد الضباط في قوات لوغانسك الموالية لروسيا بأن القوات الأوكرانية حشدت أعدادا كبيرة من الجنود والآليات العسكرية حول مدينة سفاتفاو، واشتد القتال بالقرب من أفدييفكا وهي بلدة تقع على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية تطويقها. كما قام الجيش الروسي بتنفيذ هجوم على بلدة رازودولفكا في مقاطعة دونيتسك خلال الساعات الأخيرة. أعلنت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا إنشاء خط دفاعي عميق ومحصن لإفشال أي تقدم أوكراني، وقالت في بيان لها إن بناء الهياكل الدفاعية على طول الخط الأمامي في زابوريجيا على وشك الانتهاء. هذا وتواصل القوات الأوكرانية قصف مواقع وتمركزات القوات الروسية بالمدفعية، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتهديد سلامة المنشأة النووية هناك. We'll be right back.